تعالوا مع بعض نعمل الطماطم المخللة بطريقتي الخاصة، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طماطم قشرناها، بتقشرها ازاي؟ مية مغلية، محلول ملح يعني معلقة ملح، مع عصرة ليمون لقتل الجراثيم، والمية تغلي ونمسك الطماطمية دي بنفتحها فيها فتحتين صغيرين كده، وبعدين نحطها في المية هسة لمدة دقيقة، وبعدين بنقشرها. هي القشرة بتطلع لوحدها سبحان الله. حلو الكلام؟ طيب الله عليك، والله انت ابن حلال. قريني وخرجنا، هل نطلع فاصل نسمع كلامه، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل طبق مخلله يغنيك انك تجيب طرش من بره لو جوزك عنده مشاكل مع الملوحه مع الملح. انت بتتحكمي هنا في الملح، ودي لطيفه جميله، ودي ميزه جميله انك تعملي له المخلل بايدك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. والبصاره في قلب الطبق على الطبليه بتتكلم مصر. بصوا تفاصيلها، عدس اسمر دايما بنشوفه في طبق الكشري محدود اقامته. شويه عدس على الوش وكشري. فكرنا ان احنا نعمله شوربه، اوبا. فكرنا ان احنا نعمله برجر، اوبا. فكرنا ان احنا نعمله بصاره زي اخواننا في الشام، اخواننا اللبنانيين، بنوجه لهم تحيه كبيره من مصر ام الدنيا، ربنا يكرمكم ان شاء الله. اسمها مدردره. حلو الكلام. وفي اكله مجدره مشهوره جدا في المطبخ السوري والريف السوري، برضو بنوجه له تحيه كبيره. عباره عن رز وعدس اسمر، بتاخد بصل وتتقدم مع سلطه الزبادي بالخيار او بالخس. طماطم بالشكل ده كده، طماطم دي هتاكل صوابعك وراها. المقادير على الشاشه. انا حابب ان انا اقشر الطماطم، هتقولوا لي ليه؟ عشان الاطفال الحلوين ياكلوا منها. الطماطم مفيده جدا اهو، بتجدد الدوره الدمويه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها سكريات امنه زي اي انواع فواكه فيها سكريات. اهي ممكن تشربها عصير اهو بالشكل ده كده، ناخدها كده نحطها. السلطه دي بقى مزتها كل ما تقعد في التلاجه كل ما تحلو بجد. يعني ايه يا شيف؟ السلطه دي عايزاها تبقى حلوه، حطها في التلاجه ساعتين ثلاثه قبل التقديم، هتدعي لي طبعا. بتشيل الميه اللي نازله منها دي كده. حاضر يا برنس، عينيا. هياخد توم، ياخد زيت زيتون، ياخد سنه شبت صغيره. طلعي خبرتك الطهويه فيه بقى. انا دايما بحكم على السفره لما اكون معزوم من طبق السلطه. هتقول لي من الطعم، من طريقه التقطيع نفسها، زي ما انا بقطع دلوقتي كده في اهتمام، هتلاقوني بقطع الطماطم بشكل حلو بشكل لطيف ومقشرها. مفيش اهتمام، هتلاقي الطماطم بقى بالايه؟ بالبذره بتاعتها ولسه ما اتغسلتش كويس، وهتلاقيها بالقشره وطماطميه فيها قشره متغيره، قشره مش متغيره، الحاجات اللي بنشوفها دي، التفاصيل دي مطلوبه خلي بالك ومهمه جدا. كذلك الخيار يتغسل كويس، يتقشر منه شويه ويتساب شويه. البقدونس يتورق ما يتقطعش بالعروق بتاعته، النعناع الاخضر، وهكذا. من تقطيعه الطبق السلطه بحكم على كم الحب والحب اللي بيتعمل بالسفره بتاعتها. ده الفلفل حار، مش حار قوي يعني، ميزته ما فيهوش بذر كتير. اخد الفلفل الحار شويه ده كده مع النعناع بتاعنا، وافرمه كده بالسكينه برضو. خلي بالك وانت بتفرمي لازم السكينه تكوني مسيطره عليها كده بالشكل ده كده، والنعناع الاخضر تحت ايدك، والقرن الفلفل الحار تسالي ضيوفك الاول. مش انت بتحب الحار تخلي الاكل كله حار؟ جوزك عشان يرضى عليك وتجيب النجف اللي انت عايزاه والانتريه تعملي له الاكل حار عشان هو بيحب الحار، وبقيه الاسره مش بيحبوا الحار. تيجي حد يسالك تقول له حماده بيحب الحار فانا كترت له الحار. خلي بالك سنه شبت صغيره، كل الكلام ده بيحصل. بصلايه معايا في طريقي بالشكل ده كده. قبل ما نحط البصلايه على الطماطم بتفركيها بشويه ملح صغيرين زي ما بتعملي الفتوش بالظبط. لا دي مش هحط لها دبس رمان، انت مخرج شاطر بيقول لي انا دي سلطه شرقيه بقى ايه ما فيهاش دبس الرمان، دبس الرمان بيخطف الطعم. لا خالص يا استاذ، رحت على الصين كده واليابان. سنه الملح دي مطلوبه، سنه الفلفل دي مطلوبه. حبيبي يا شفيع، صويا صوص هنا ملهاش مكان بينا خالص. انتوا عارفين حضراتكم ان صويا صوص وزيت السمسم يخلينا من غير تاشيره ومن غير تذكره طيران نقعد في قلب
كوانزو وناكل الاكل الصيني والاكل الياباني. اه والله العظيم صويا صوص وزيت سمسم، وعندهم بيت الخضار وكل حاجه حلوه زي الفل. الكمون والكزبره الخضراء بتاعتنا وشويه الشبت الحلو اللي ربنا كرمنا بيهم، انت قاعد في مصر ام الدنيا بتاكل احلى صينيه محشي واحلى حله محشي. مخرجنا الجميل فلفل رومي احمر موجود عند اي فكهاني، كنا زمان نتصور معاه سيلفي. وزاره الزراعه وفرت لنا كل حاجه. الطماطم الشيري بتلاقيها عند اي بقال. الفواكه في موسمها وغير موسمها موجوده، الحمد لله رب العالمين في نعم. وبنشتري تروح تلاقي الجوافه خلصت يا باشا، مفيش مانجا فص، خلصت يا باشا. البرقوق خلص يا باشا، الحمد لله رب العالمين. اه والله العظيم بعدي على الفكهاني بالليل وانا مروح، بس بالليل وانا مروح دي بس بتبقى الساعه 10 بالليل كده. خلص يا باشا، راح فين؟ الف انا وشاف. شايفين الطماطم مع الفلفل الحار مع سنه الشبت مع فص الثوم مع زيت الزيتون تتناغم، لسه ناقصها حاجه. حد يقول لي من اللي بيتابعني دلوقتي ايه اللي انا ما حطيتوش في السلطه دي؟ هو ده ابن حلال، عصره ليمون. اه لسه ما خلصتش. حد يقول لي ايه اللي ناقصها كمان؟ اه شويه سكر. حبيبي بسكر، واجيب له منين سكر؟ اول عشان الحموضه. بس خلصت السلطه دي، تقعد في التلاجة ناكلها بقالها، هنغرفها دلوقتي مع بعض. نيجي للهريسه الحمراء، ست الكل كانت عايزاها تتعمل ازاي. فلفل ده يتجاب، اخواننا السوريين شطار في عمايله قوي. اسمها فلفله حلوه او هريسه حمراء المسميات بتاعتها، او مجدوس الفلفل، دي المسميات عشان لما نلاقيها مكتوب على علبه نعرف هي دي الترجمه. انزل بالترجمه، هي دي الترجمه. بيتجاب يتقطع يتيبس في قلب درجه حراره الجو سواء في شمس او في رطوبه، وبعد كده يتاخد يتفرم مع زيت زيتون ويتحفظ في برطمانات. البعض بيفرم عليه توم والبعض بيفرم عليه فلفل حار حسب الرغبه، ولكن الصح تفرميها مع زيت زيتون وتخزنيها، تقعد عندك اسبوع 15 يوم في فريزر غير فريزر مفيش اي مشكله. بنفس الطريقه ده الفلفل، بس تشيل البذور منه. اه الحمد لله متشال اهو زي الفل. لازم تشيل البذر منه، في المحلات بتلاقي فيه بذر، ده مش كويس. تاخد الهريسه اللي ما فيهاش بذر، عشان البذر ده طبعا له مشاكل تاني. اه افتحها كده اهي اهي، دي الهريسه، دي اساس الهريسه الحلوه، دي اساس الهريسه الحمراء، دي اساس البقدونس الاحمر. اه الفلفله الحمراء الفلفله الحلوه اهي، تخش في كل حاجه. حلو الكلام. نغرف الطبق ده كده مع بعض. اللهم صل على النبي. طبق السلطه عملناه بحب، لازم نغرفه كمان بحب. خس ماشي، كابوتشا ماشي، شويه جرجير ماشي، شويه كزبره خضراء ماشي، شويه نعناع اخضر ماشي، حسب الرغبه. الطماطم دي بصراحه انا بغرفها وانا زعلان بصراحه، دي لازم تقعد في التلاجة تشرب من البهريز. والصلصه اللي انا حاططها من زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل كل ده. ما جبناش مخلل من بره، انت عملتها بايدك، الف انا وشاف. كلها كده بقى وخش على البصاره الحلوه والمسقعه دي وادعي لي. مع عيش بلدي، انا طلبت منهم عيش بلدي مش عارف ما جابوش ليه. السفره دي عايزه عيش بلدي بصراحه، بس وعايزه شويه حب كده وكلمه حلوه. تسلم ايدك يا حبيبتي، هتلاقي الست نفسها اتفتحت وتعمل لك تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم احلى حله محشي كرنب اللي ممكن تاخد وقت كبير من وقتها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها الزمن الجميل والطبليه اللي كانت تجمعنا والكبير يمد ايده الاول على السفره، ونبقى قاعدين كده مستنيين لما بابا يجي وماما تيجي على السفره. فين الزمن؟ او عمه فين؟ او خال فين؟ الزمن ده لازم يرجع، عشان الكلام الحلو بيبقى على الطبليه طعمه حلو زي الاكل الحلو ده كده.